هذا السؤال كان عرض في حلقه الامس وانا اخطات في الجواب المجنون تجب فيه زكاه الفطر في ماله وان كان له ولي فيخرج وليه زكاه ماله المجنون والصبي حتى عند الحنفيه الذين يقولون في انه لا زكاه عليه في ماله يوافقون على زكاة الفطر فأنا أخطأت في الحلقة الماضية أرجو الأخ أتمنى وأسأل الله أن يكون في الاستماع ومن يعرف هذا الأخ الذي سأل بالأمس فليبلغه رجوعي وأنني أخطأت في حلقة الأمس والله أعلم